القصاص. سمعتم هذه الأغنية. هذه الأغنية واحدة من الأعمال الرائعة للمطرب اللبناني نصر شمس الدين، وهي من كلمات شفيق المغربي. لكن لماذا الطربوش دون سائر الملابس؟ رغم أن الطربوش هو أسوأ ما يغطى به الرأس، فهو كما يقول الطنطاوي لا يحجب شمسا ولا يدرأ مطرا. إن أصابه ماء فسد، وإن اختصم اثنان ضرب أحدهما الآخر به، وإن قطعت طرته لا يمشى به، لا يطوى، يفسده عرق الرأس فيصبح طرفه كالزفت وساخة. كل يدعي وصل ليلى، فذاك يدعي أن أصله فارسي، وذاك يغلظ الأيمان أنه عثماني، وهذا يرى أنه بلقاني، مستندا إلى عملة ورقية قديمة عليها صورة أمير يلبس طربوشا، والأصح يا سادة أنه عربي مغربي. لكن بيت القصيد أن هذا الطربوش أخذ أبعادا سياسية، فذاك الزعيم يمنع ارتداءه ويفرض القبعة الأوروبية، وذاك يفرضه ويعتمده زيا رسميا ويعتبر القبعة رمزا استعماريا. يا سادة، ما بين هذا وذاك حصلت واقعة مشهورة جدا سميت حادثة الطربوش يوم العيد الوطني التركي عام 1932، وخلال احتفال رسمي حضره شخصيات سياسية، طلب الزعيم التركي أتاتورك من السفير المصري أن يخلع طربوشه أمام الحضور، ما اعتبرته مصر إهانة رسمية، حيث قرر الملك فؤاد سحب السفير المصري من تركيا احتجاجا على الرمز الوطني، وبقي زيا رسميا حتى جاء عبد الناصر وأعلن إلغاءه بوصفه رمزا للملكية. لكن حقيقة كان يعد الطربوش سيد الأزياء الشعبية ومفخرة صاحبه، ويعد مرتديه من الطبقة الغنية أو المثقفة، لا وبل يعطي انطباعا عن موقع الشخص ومكانته العلمية أو الاجتماعية. بداية كان يلقب من يرتديه بالباشا أو البيك أو الأفندي قبل أن يشيع اعتماره عند عوام الناس. من طريف ما يروى عن الزعيم الوطني السوري فارس الخوري أنه مر بأحد أسواق دمشق فرأى طربوشا يناسب رأسه المبجبج، فأراد أن يشتريه، إلا أن البائع طلب مبلغا كبيرا، مستغلا ندرة وجود طربوش يستوعب رأس الخوري. استغلاه الخوري كثيرا وهم بالانصراف، فقال له البائع: اسمع يا فارس بيك، لو درت الدنيا كلها من شرقها إلى غربها ومن شمالها لجنوبها لما وجدت طربوشا كهذا يناسب رأسك المبجبج، ما شاء الله. رد الخوري: اسمع يا أخانا، أنت أيضا لو درت الدنيا كلها لن تجد رأسا كرأسي، يجيء طربوشك عليه حفر تنزيل. فأخذه الخوري برأس ماله. لهذا الطربوش كواء خاص يتزاحم الناس عليه مثل ازدحامهم عند الحلاق في الأعياد، وكان الزعماء يتخذون كواء خاصا بهم كهاشم الأتاسي الذي له كواء خاص لطربوشه في أحد أزقة حمص القديمة يقال له الحاج عبد الفتاح دربدار. ومن مشاهير زعماء سوريا الذين لبسوا الطربوش سعد الله الجابري ورئيس القوتلي والرئيس قدسي ورئيس الوزراء خالد العظم والزعيم فخري البارودي، إلى أن جاء حسني الزعيم على ظهر دبابته ليدمر الحياة السياسية والاجتماعية في سوريا، فأصدر مرسوما جمهوريا على الطريقة الأتاتوركية يمنع اعتمار الطربوش خلافا للتقليد المتبع لدى كبار سياسيي وأعيان سوريا آنذاك. لبل تجاوز الأمر إلى إصدار قانون مضحك يمنع ارتداء البيجامة في الشارع. ألغى هذين المرسومين، مرسوم الطرابيش والبيجامة، الرئيس الأتاسي عند استلامه دفة القيادة، لكن أديب الشيشكلي بعد انقلابه أعاد تفعيل مرسوم البيجامة دون الطربوش ليعيد له مكانته الاجتماعية. لمعتمري الطربوش فلسفة حتى في اعتماره، فلارتدائه دلالات وقواعد عجيبة. فإذا وضع الطربوش على الرأس مجنحا قليلا إلى اليمين فهذا يعني أن صاحبه يهتم بمظهره وأناقته،
وإذا جنح إلى اليسار قليلا فيعني ذلك أن صاحبه عاشق هيمان، وإذا وضع منتصف الرأس دل ذلك على أن صاحبه ذو وجاهة ووقار وهيبة. ومن حقق هذا الشرط وجب عليه وضع وردة على عروة سترته، ويفضل أن تكون حمراء اللون، كما يجب أن يحمل بيده أينما ذهب وتوجه عصا المارشالية كالتي كان يحملها السادات الزعيم المصري لتكتمل بها مقومات الهيبة والوجاهة. أما إذا كان الطربوش مائلا إلى الجبين وإلى الأسفل قليلا للوراء فضائقة مادية وطفر يعصف بصاحبه. ومما تناقلته ألسنة العامة، حبيبي أسمر ومعدل وطربوشه سوري ومجدل، ويا رب تحمي هالأسمر حتى يعدل طربوشه. عار وذلة وانكسار وخيبة إذا سقط الطربوش نتيجة خصام ما، فإذا اختصم اثنان يحاول كل واحد منهما إسقاط طربوش الآخر والدوس عليه. ورجيني مراجلك لشوف، قربوا لك يلا يا رجال، دلالة على إلحاق العار به وتعييره مدى الحياة. في لبنان كان الأمر مختلفا نوعا ما في كيفية وضع الطربوش، فقد ينقل الطربوش من الشمال إلى اليمين عند الزواج دلالة على الدخول إلى القفص الزوجي، أما تنكيس الطربوش إلى الأمام فعلامة حزن وانكسار كتنكيس الدولة أعلامها بعد حدث محزن. من نهفات ذلك العصر أن الجهلان يميل شرابة طربوشه إلى الأمام فيقال عنه عقلات براس طربوشه، أي أنه مثال الطيش ولا مبالاة. من نوادرهم أيضا مكتبجي في حلب، والمكتبجي هو عين على ما تنشره الجرائد والمطبوعات. مكتبجي في حلب كان اللي يجمع بالحلال بالحرام زدته بطربوشه، ضجوا الأهالي وراحوا شكوا للوالي، قال لهم باقي لطربوشه إصبعتين تيتعبى، الأحسن نبقيه أحسن ما يجي واحد جديد ويبلش يعبي طربوشه من أول وجديد. للطربوش أم لا يعرفها إلا السوريون، فما أن تذكر أم الطربوش حتى تسمع تنهيدة قد تصل دمشق، تنهيدة تتحسر على تلك العملة النادرة من فئة 500 ليرة سورية تلك القديمة. وأم الطربوش نسبة لصورة رأس يحمل ما يشبه الطربوش. هذه الورقة العتيدة كانت بحراً لا ساحل له، قعقاع المعارك تفك مشنوقاً في تعابير السوريين، لم تكن تهتز صورتها إلا أمام كراتين الموز وعلب المناديل المهربة من لبنان في الثمانينيات، يوم أن قرر البعث إسقاط الطربوش وأم الطربوش واستبداله برأس آخر تعرفونه جيداً يشبه رأس ليختر كل واحد منكم التشبيه الذي يحب.